أن فاطمة الزهراء السلام الله عليها بنت رسول الله قال سمعت فاطمة السلام الله عليها أنها قالت تقرأ علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة السلام الله عليها فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله إلا بدأه من الضعف فقال يا فاطمة السلام الله عليها ائتيني بالكساء اليماني فغيتني به فأتيته بالكساء اليماني فغيته به فصرت أنظر إليه وإلى وجه ذراعه كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا سعادة ويجب الذي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قوة عيني وسموت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك واحدة طيبة كأنها واحد جدي رسول الله فقلت نعم إن جدها تحت الكساء فأقبل الحسن والإسلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أنت أزمني أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويسوي بحوزي كذا زنت لك قد أقل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإلا بولد حسين عليه السلام قد أقل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قوة عيني وصم أخواتي قال لي يا أمه إني أشم عندك واحية طيبة كنا وعيس جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وقف تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أن تعزم لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي وشفاي فأمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم فقال ان ذلك ابو الحسن عليه بن ابي طالب عليه السلام قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين عليه السلام قال يا فاطمه السلام الله عليك اني اشم عندك واحيه طيبه كانها وايد رقيب ابن عمي رسول الله فقلت نعم هو ما قول لك تحت الكساء فأقبل عليك عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أنت أزمن أن يكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وصيتي وخليفتي وصاحب لي وإن كذا زدت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بدو يا رسول الله أنت أزمن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بدرتي قد أزنت لك فدخلت تحت الكساء فلما قتل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء فأما بيد اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء يحو بيتي وغزوتي وحمامتي لحم لحمي ودم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعد لمن عادهم وحب لمن عبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم الذين مرسوا ظاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال لو ارتجل يا ملائكتي وسلطان سماواتي إني ما بلغت سماء مبنية ولا أرض مدمية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدلو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن رسالاتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبريل يا ربي أنت أزمن لي أن أحبط إلى الأرض أن أكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أزمن لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدلو
ولا ضعف يدري ولا فقر يسري الا لاجلكم محبتكم وقد اجن لي ان اذكر معكم فهل تاذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا مين وحي نو نم قد اجن لك فرغلا جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال لي بين الله قد عوى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وتوحلكم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال عليه الاسلام لابي يا رسول الله اخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بغسالة نجي ما جبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفي جمع من جهتنا ومحبينا إلا ونجا لرحمة وخفت بهم الملائكة واستكثرهم بالله أن يتفرقوا فقال عليهم الإسلام يوم الله فوتنا وفدا شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي والإسلام والذي بعثني بالحق نبي وصفاني بغسالات نجي ما ذكر قبرنا هذا في محفل محفل أهل الأرض وفي جمع من جهتنا ومعبينا وفي معمل إلا فرج الله هما ولا غم إلا فرج الله هما ولا تعلم حاجة إلا فرج الله حاجة فقال علي والإسلام يوم الله فدنا فشعيدنا وقد أهلك شياتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد خدا Yeah.
چال کیا کوئی تیر تو تلک آئے حسین. اور بڑا خوبصورت شعر کے خدا کو ایک دور پڑھ لیجیے.
سب ہے خدا حسین عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے یہ دست شیر